السلام بكم يا البنات في فيديو جديد، نتمنى تكونوا كامل بخير. جيتكم اليوم بوصفة جديدة وهي وصفة كيكة بثلاث حبات بيض. تجي بزاف خفيفة وهشيشة، تتنكل بشوارب. تفضلوا تشوفوا معايا المقادير. عندي ثلاثة حبات بيض، فصلت البياض عن الصفار، والبياض درت معه قرصة ملح. عندي ثلاثة مغارف معمرين فارينة، خمس مغارف معمرين مليح سكر، لافاني، زوج مغارف ونص زيت، وزوج مغارف ونص ماء نورمال من الحنفية، ونص مغرفة صغيرة خميرة الحلويات. السكر ندير 3 مغارف مع البياض البيض، وزوج مغارف مع الصفار. نحكم دو ريسيبيون، واحد ندير فيه 3 بياض بيض مع القرصة تاع الملح، وثلاثة مغارف معمرين سكر، ونديروهم يطلعوا. والريسيبيون دوزيام ندير فيه الصفار مع السكر، ندير 3 صفار بيض وزوج مغارف سكر معمرين مليح ونطلعهم. درت السكر مع البياض، نديرهم يطلعوا. نحكم لو دوزيام ريسيبيون، ندير فيه جون داف مع زوج مغارف تاع سكر، 3 جون داف مع زوج مغارف تاع سكر اللي بقاو لنا، ونطلعوهم بالباتور حتى يبيض لنا شويه الخليط، حتى يبيض معانا شويه الخليط. بعد ما تخلط لنا السكر تاعنا، نزيد زوج مغارف تاع الزيت، زوج مغارف ونص زيت، وزوج مغارف ونص تاع الماء، ونخلط. ولافاني تاعي، ونخلط شويه بالباتور. درت لافاني، نخلط شويه بالباتور. دوكا نزيد 3 مغارف تاع الفارينه ونص مغرفه ملعقه خميره. بعد ما دخلت 3 مغارف تاع الفارينه مع نص مغرفه خميره الحلويات، والبلون دوف تاعي طلع. دوكا ندخل لاباغي تاع البلون دوف تاعي مع لاباغي تاع الجون دوف، ونخلط غير بالعقل، ونكون وجدت تمول دهنته بالفارينه والمارغارين بغي فاريني. انا هنا الكيكه جاتني شويه رقيقه، انا ما حبيتهاش عاليه بزاف، اللي حبتها عاليه يا دوبلي لا كونتيتي تاع المكونات، يا دير مول شويه صغير. هذا المول كبير، وندخلو على فرن مسخن مقبل حتى يطيب، ونتستيوه بان بيك. بعد ما خرج البيك تاعي ناشف، خرجت المسكوت تاعي ولا الكيكه تاعي، نخليها. بعد ما تفات الكيكه تاعي قلبتها وسوبورديت من الفوق شويه سكر غلاس، من الشكل تاعها تعرفوها بلي خفيفه هشيشه بزاف وبنينه بنينه، وكان تاكلوها كومبلي ما تشبعوش. ننصحكم تجربوها، نقسم معكم مخصو. هاي بعد ما قطعت لكم مخصو، جات خفيفه هشيشه بزاف، جربوها البنات. شوفوا انا جاتني شويه هابطه، ماشي هابطه بزاف بصح ماشي عاليه بزاف تاني. اللي يحبها قلت لكم عاليه يصغر المول. نقسم معكم تشوفوا كيفاش جات من الداخل ليبونج. ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو ديروا لنا جام وابوني وفعلوا الجرس باش يلحقوكم كامل النوتيفيكاسيون. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، بقى على خير.